هو during ال expiratory pause. طيب يبقى أثناء الريست، أثناء البوز، ضغط الهواء الموجود جوه الألفيولاي بيساوي ضغط الهواء الموجود في الأتموسفير، الاتنين بيساوي زيرو. طيب هنيجي نعمل انسبيريشن، هنيجي نعمل شهيق، ايه التغيرات اللي هتحصل في الانترا بالمونري بريجر؟ دلوقتي احنا قلنا مع عملية الانسبيريشن وعملية الكونتراكشنز اللي حصلت في الديافرام وفي الاكسترنال انتركوستال ماسل، زودت الحجم بتاع السوركس، زودت الحجم بتاع اللنج، فابتدت تقلل حجم او ضغط الهواء اللي موجود في اللنج، يبقى هيبتدي قيمة الانترابالمونري بريجر تقل من الزيرو في اتجاه النيجاتيف لحد ما هتوصل لسالب 1 مليمتر زئبق عند منتصف عملية الانسبيريشن. ليه هو بيقل؟ ليه؟ لأنك انت بتعمل تمدد، بتعمل تمدد للنج، وفي نفس الوقت ضغط الهواء اللي موجود جواه بيبتدي يقل، تمام، نتيجة الالارجمنت اللي حصل. طيب مع زيادة حجم الهواء اللي عمال يدخل جوه اللنج، فبيبتدي البريجر بتاعها يزيد مرة تانية، فبيزيد في اتجاه الزيرو لحد ما هيوصل لزيرو مرة أخرى. عند وصوله لزيرو مع نهاية عملية الانسبيريشن هيبتدي يتوقف دخول الهواء. يبقى هو في البداية في أثناء الريست بيبدأ زيرو بيساوي الاتموسفيريك اير بالظبط، مع الانسبيريشن ومع الانلارجمنت اللي بتحصل في السوركس واللنج بيبتدي يقل ضغط الهواء يوصل لسالب 1 مليمتر زائد، ومع مرور عملية الانسبيريشن ومع زيادة عملية كمية الهواء اللي بتدخل بيبتدي البريجر بتاعها مرة تانية يزيد يوصل للاتموسفيريك بريجر اللي هو زيرو مع نهاية الانسبيريشن. طيب لو هنيجي بقى نعمل اكسبيريشن، هنطرد الهواء اللي دخل دوت نخرجه مرة تانية بره اللنج، في الحالة دي ايه اللي هيحصل؟ نتيجة ريلاكسيشن اللي هيحصل في الانسبيراتوري ماسلز اللي هي الديافرام والاكسترنال انتركوستال ماسل، ده كله بيبتدي يؤدي لنقص في حجم السوركس وفي حجم اللنج مرة تانية، فبيبتدي يزود، انت عندك وعاء زودت قللت الحجم بتاعه، يبقى الضغط اللي موجود جواه هيقل ولا هيزيد؟ يبقى الضغط جواه هيزيد، ويبتدي يزيد الضغط مرة تانية في اتجاه بقى الموجب، هيترفع من زيرو لموجب 1 مليمتر زئبق، وبعد كده يرجع مع نهاية عملية الإكسبيريشن مرة تانية يتحول أو يقل من موجب 1 لزيرو مرة تانية فيساوي الأتموسفيريك إير فتتوقف عملية الإكسبيريشن. طب هو ليه هيقل تاني؟ لأنك أنت عندك هنا بتخرج الهواء اللي موجود، طيب الكمية نفسها اللي موجودة اللي عاملة لك البريجر لما بتقل بيبتدي الضغط بتاعها كمان يقل لحد ما تقف عملية الإكسبيريشن وتستعد لسايكل جديد. طيب أثناء الإكسبيريشن هيتغير إزاي الإنترابلمونري بريجر؟ العكس تماما، الإنترابلمونري بريجر أو أثناء الإكسبيريشن زي ما قلنا إنه بيحصل ريلاكسيشن للعضلات اللي كانت كونتراكتد مع الانسبيريشن، فعملية ريلاكسيشن اللي هتحصل في الديافرام وفي الاكسترنال انتركوستال ماسل بتأدي لتناقص في حجم الثوراسيك كافيتي، وهيحصل ريكويل في التيشو بتاع اللنج، ده كله بيبتدي يضغط على الهواء اللي موجود جوه اللنج فيزود البريجر بتاعه، يرفعه من الزيرو لحد موجب 1 مليمتر زئبق، يعني يبقى أعلى من قيمة ضغط الهواء الموجود في الأتموسفير. واحنا عارفين ان الضغط هيتنقل او الحاجة بتتنقل من منطقة ضغطها عالي لمنطقة ضغطها اقل، فيبتدي الهواء يخرج من اللنج اللي فيها الضغط عالي للاتموسفير اللي فيها الضغط قليل، وتحصل عملية الاكسبيريشن، ومع نهاية الاكسبيريشن بتبتدي مرة تانية تتساوى قيم ضغط الهواء اللي موجود في الالفيولاي مع ضغط الهواء اللي موجود في الاتموسفير، وترجع تساوي بعد يساوي زيرو تاني، وتتوقف عملية الاكسبيريشن لحد ما هتبتدي سايكل جديدة بانسبيريشن جديد. يعني لو جينا نقول ايه التغيرات اللي بتحصل في قيم الانترابلمونري بريجر مع الايفنتس المختلفة بتحصل في الريسبيراتوري سايكل، هنقول ان هو بتبدأ قبل بداية عملية الانسبيريشن بيبقى قيمته زيرو،
كل ما بيدخل الهواء جوه اللنج كل ما بيقل الليفل بتاعه لحد ما يوصل لأقل قيمة ليه اللي هي سالب 1 مليمتر زئبق، وديت بتبقى في منتصف عملية الانسبيريشن. بعد كده بيرجع يقل، يرجع يزيد مرة تانية موجب واحد، لحد بيرجع يزيد مرة تانية تدريجيا لحد ما بيوصل لزيرو مرة تانية مع نهاية الانسبيريشن. يبقى أقل قيمة بيوصل لها في الانسبيريشن في منتصف عملية الانسبيريشن. طيب بعد كده مع عملية الاكسبيريشن هو بيبدأ برضو من عند زيرو، لكنه بيبتدي يزيد تدريجيا لحد ما بيوصل لموجب 1 مليمتر زئبق في منتصف عملية الاكسبيريشن، وبعد كده بيرجع يقل مرة تانية تدريجيا لحد ما بيوصل لزيرو مرة تانية مع نهاية عملية الاكسبيريشن. تاني ضغط هو الانترا باللولر بريجر او الانترا ثوراسيك بريجر. انترا باللولر من اسمه هو عبارة عن البريجر جوه البلولر كافيتي او جوه البلولر ساك. لو نفتكر لما جينا نشرح البلورة قلنا ان هي عبارة عن ساك بتتكون من طبقتين، طبقة خارجية وطبقة داخلية، وفي ما بينهم في كافيتي او تجويف صغير مليان ب سائل ما فيهوش هواء. خلاص وقلنا انه لو دخل الهواء جوه الكافيتي دوت اللنج هتقفل ومش هيبقى فيه اي تنفس او اي بريس. طيب السائل اللي جوه الكافيتي ديت له ضغط ولا ملهوش ضغط؟ له ضغط. طيب دايما دايما الضغط جوه البلولار كافيتي بيبقى نيجاتيف، عشان كده لما تيجي تكتب التعريف بتاعه لازم تكتب ان هو نيجاتيف بريجر فاوند انسايد البلولار كافيتي او في السوركس. في السوركس يعني اوتسايد ذا لانج. وقلنا ان هو يوجوالي بيبقى نيجاتيف يعني بيبقى سب اتموسفيريك، تمام، يعني عمره ما بيساوي الزيرو. طيب ليه هو بيبقى نيجاتيف او ليه بيبقى سب اتموسفيريك؟ سبب انه الضغط جوه البلورة دايما بيبقى نيجاتيف هي عبارة عن الالاستيك بروبارتس اللي بتتميز بيها اللنج والشيست وول. ازاي العملية ديت؟ اللنج دايما عندها تندنسي، عندها رغبة مستمرة في انه يحصل لها كولابس، في انه عن طريق الالاستيك ريكويل بتاعها، عن طريق الالاستيك فايبرز الموجودة فيها، بيخلي اللنج دايما والالفيولاي عايزه انها تقفل، عايزه انها تكولابس او انها تقل في الحجم بتاعها. كمان نتيجه السيرفيس تنشن بتاعه الفلويد الموجود جوه الالفيولاي. لو نفتكر ان احنا قلنا الالفيولاي في طبقه صغيره كده من الفلويد موجوده جواها له سيرفيس تنشن، وقلنا واحده من ضمن اسباب السيرفاكتانت انها تمنع عملية الكولابس اللي هيحصل في اللنج. يبقى انت عندك اللنج دايما يا جماعة عايزة تقفل نتيجة الالاستيك فايبر الموجودة في الالفيولاي، ونتيجة السيرفيس تنشن بتاع الفلويد، واللي منعه اللي مانع دوت وجود السيرفر. طيب الشيست وول بقى عايزة تعمل ايه؟ الشيست وول دايما عايزة تو اكسباند تو انلارج، انها تزيد في الحجم. يبقى انا عندي في حاجتين هنا عكس بعض، اللنج دايما عايزه يحصل لها كولابس وتقفل، وعايزه تاخد الفيسرال لاير بتاعه البلوره معاها، وفي نفس الوقت الشيست وول دايما عايزه تكبر وعايزه يحصل لها انلارج وتزيد في الحجم، وعايزه تسحب البرايتال لاير بتاعه البلوره معاها. نتيجه الشد اللي بيحصل ما بين الطبقتين بتوع البلوره ده، الضغط هنا بيبتدي ايه؟ بيبتدي يقل، بتبتدي قيمته تتحول للزيرو. يبقى احنا ضغط الضغط بتاع الفلويد الموجود جوه البلوله دايما قيمته بتساوي نيجاتيف. ليه؟ نتيجه زي ما قلنا الالاستيك بروبرتيز بتاعه اللنج وبتاعه الشيست. اللنج دايما عايزه تصغر وتاخد الفيسرال بلوره معاها، الشيست وول دايما عايزه تكبر وتاخد البرايتال بلوره معاها. انت عندك طبقتين المفروض انهم لازقين في بعض، في قوة عايزة تفرق الاتنين عن بعض، عايزة تبعد الاتنين عن بعض. نتيجة القوة او نتيجة الضغط ده بتبتدي تعمل نيجاتيف بريجر ما بين الطبقتين.
يبقى عرفنا ايه سبب النيجاتيفيتي بتاعة الانترا بلولار بريشر، هي رغبة اللنج انها تصغر، رغبة الشيست وول انها تكبر، الاتنين بيبتدوا يشدوا الطبقتين بتوع البلور عشان يبعدوهم عن بعض، فبيعمل نيجاتيف بريشر بين الطبقتين. وبما ان النيجاتيف بريشر دوت بيحصل، هو ما بيقدرش يبعد الطبقتين عن بعض ويحافظ على قيمة معينة او على حجم معين لكل من اللنج ولكل من الشيست وول، ما بيقلش وما بيزيدش عن الحجم ده. طيب ايه التغيرات اللي هتحصل في البلولة الانترا بلولار بريشر مع الريسبيراتوري سايكل؟ لو جينا الاول مع الانسبيريشن، مع عمليات الشهيق، الكونتراكشن اللي هيحصل في الانسبيراتوري ماسلز اللي احنا تاني بنقول ان هما الديافرام والاكسترنال انتركوستال ماسل، بيحصل معاهم نقص اكتر في الانترا بلولار بريشر، بيبتدي ان هو ينقص من عند سالب 3 ملي متر زئبق لسالب 6 ملي متر زئبق، فده بيؤدي للديستنشن اوف اللنج وزياده اللنج والاكسبانشن بتاعها والالارج منت بتاعها. العكس تماما بيحصل مع الاكسبيريشن، نتيجه الريلاكسيشن اللي هيحصل ونتيجه النقص اللي هيحصل في الالفولار في السايز بتاع الشيست والسايز بتاع اللنج، بيبتدي يحصل زياده مره تانيه في البريجر الموجود في البلوره، لكنه زيادة وزن النيجاتيف، بيبتدي يزيد من الستة لحد السالب 3 ملي متر زئبق مرة تانية. يبقى احنا دلوقتي القيم بتاعة الانترا بلولار بريجر بتتراوح ما بين سالب 6 في نهاية الانسبيريشن وسالب 3 في نهاية الاكسبيريشن، ما بيزيدش وما بيقلش عن كده في النورمال كوايت بريثنج، يعني ما بيطلعش خالص للجهه البوزيتيف. طيب اهميه الانترا بلولار بريشر، سبب وجوده ايه، سبب النيجاتيفيتي بتاعته او اهميه النيجاتيفيتي بتاعته، ان هو يقدر يعمل اكسبانشن للالفيولاي ديورنج الانسبيريشن ويعمل لها اكسبانشن وتزيد الحجم بتاعها عشان تقدر تستوعب كميه اكبر من الهواء، نفس الوقت لما يجي يحصل اكسبيريشن يمنع الكولابس بتاعها، يمنع ان اللنجز تقفل على بعضها وان الالفيولاي تقفل على بعضها. واخر حاجه ان هو له دور بقى في الكارديو فاسكولار سيستم وفي اللينف والكلام ده، ان وجود انترا نيجاتيف بريشر في الثوركس بيبتدي يسحب البلاد ويسحب الليمف الموجود في البلاد فيسلز اللي هي موجوده ناحيه تحت، ويبتدي يبقى له دور في الفينوس ريتيرن وفي الليمف درينج، لانه بيشتغل كده زي سكشن بامب، كمضخه بتشفط الحاجات دي وتبتدي توزعها كويس او تحافظ عليها. اخر ضغط يا جماعه اللي هو الترانس بالموناري بريجر او الترانس مورال بريجر، ومن اسمه ترانس بالموناري يبقى هيبقى عبارة عن الديفرنس ما بين الانترا الفولار بريجر والانترا بلولار بريجر. مين الكبير ومين الصغير؟ دايما الانترا الفولار بريجر بيبقى كبير، لانه زي ما احنا قلنا قيمته بتتراوح ما بين سالب واحد وزيرو موجب واحد، اما الانترا بلولار بتبقى قيمته اصغر من كده، من سالب 6 لسالب 3. يبقى هو لو جينا طرحنا الانترا بالموناري ناقص الانترا بالولر هيديني حاجة اسمها ترانس بالموناري بريجر، اللي هو البريجر عبر الالفيولاي، البريجر عبر الالفيولاي. خلاص. طيب اثناء الانسبيريشن قيمته هيبقى كام؟ انت هتطرح الانترا بالموناري بريجر اللي هو اثناء عند نهاية الانسبيريشن بيبقى بيساوي زيرو، هتطرح منه الانترا بلولار بريجر اللي هو عند نهاية الانسبيريشن يكون بيساوي سالب 6، فهيديك 6 ملي متر زئبق. يبقى في نهاية الانسبيريشن الترانس بالموناري